كابتن بلال، معلش طولنا عليك. لا لا خد راحتك يا كابتن. ألف مبروك. لا لا خد راحتك. فوز مهم ونتيجة كبيرة توقعناها وكنا ننتظرها من قبل المباراة. طبعا مبروك للنادي الأهلي وجمهوره، مبروك للعيبة رقم واحد والجهاز الفني. يعني هم دول اللي كان عليهم القيل والقال زي ما بنقول بعد المباراة اللي فاتت. وخد بالك يعني في ناس، يعني برغم ان النهارده ممكن يكون مباراة سهلة في المتناول، ولكن في ناس ممكن تكون شككت في النهارده انك ممكن تكسب او ممكن كمان تكسب بسكور كويس يعني. لكن الاداء كان جيد، النتيجه الحقيقه في مكانها الطبيعي. هو الطبيعي انك تكسب القطن الكاميروني هنا هنا وهناك تمام، بس ان يعني مش الطبيعي انك تكسب بسكور كبير، لكن انت النهارده كسبت بسكور كبير واضعت اهداف كتيره جدا كمان يعني. وده النقطه اللي كنا بنتكلم فيها، الاداء جيد، الروح جيده، يعني هتخلي اللعيبه يعني عندها نفس تكمل بعد كده. فاهم يا كابتن؟ لو لا قدر النهارده كان حصل اي حاجه غير المكسب، كنت يعني كنت ممكن تشوف يعني احباط كبير جدا على للمدير الفني كمان وللعيبه تمام. احباط كبير لان كمان فرقه القطن مش من الفرقه الكبيره، فكان الطبيعي لما النادي الاهلي لعب القطن لازم يكسب، ولازم يكسب بنتيجه كبيره جدا، لانك انت ممكن على كل الوارد في سيناريوهات الكوره انك ممكن تحتاج للاهداف اللي انت سجلتها النهارده. يعني لو حصل بكره تعادل مع صن داونز والهلال ممكن تحتاج للارقام اللي انت حققتها. خلاص انت بقى المكسب ان شاء الله، كان المكسب بالنسبه لك بسكور كان يبقى مفيد بالنسبه لك. صحيح.